أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أهمية العمل على الارتقاء بمختلف أوجه التعاون السياسية والعسكرية والتجارية والاقتصادية أيضا بين مصر والولايات المتحدة، وبما يصب في صالح تعزيز الشراكة الاستراتيجية. جاء ذلك خلال استقباله أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة. كما توافق وزير الخارجية ونظيره الأمريكي على أهمية عقد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، تأسيسا على دورها الهام في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين. على جانب آخر، أعرب وزير الخارجية عن أمله في أن تشهد الجولة القادمة من مفاوضات غزة رغبة سياسية إسرائيلية صادقة لوقف الحرب على القطاع، حيث أكد عبد العاطي لنظيره الأمريكي أن رؤية مصر وجميع دول الإقليم تجاه مستقبل استقرار الشرق الأوسط تتأسس على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وضمان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جانبه، أعرب بلينكين عن اتفاقه مع رؤية مصر الساعية لسرعة التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة وتقديره لجهود الوساطة والمساعي التي تبذلها مصر في هذا الشأن.